طب حاجة بمناسبة عملوها. محمد المهندس ومن حيث صديقنا العزيز وزملكاوي عتيد، حبيبي حضرتك مع أحمد ومحمد المهندس، هم أولاد فؤاد المهندس، حضرتك منطق شويكار، بس بالظبط أنتوا عيلة حلوة، هو اتكلم عنها حلو قوي على فكرة، كان لازم، معانا مرة واتكلم عنها حلو قوي. ده حقيقي. قولي أنتوا التلاتة كنتوا عاملين إزاي؟ كنتوا إخوات عاملين إزاي؟ احنا اخوات قوي يعني، يا سبحانك يا رب، ما اعرفش ازاي. حب، ما هو بدليل انه عايش لغايه من اول ما امبارح شفتوا كان بعض، عندي، من اول ما شفتوا واحنا بعض صغننين كده، ما يعني. احنا كنا كده وانتوا كنتوا كده وكبرنا واتجوزنا يعني مع بعض، ما سبناش بعض لوحده. وكنتوا بتتخانقوا وكنتوا لا لا، بتتصالحوا عمرنا ما اتخانقنا، زي او اي يمكن اخوات؟ انا عشان طبيعتي ما بحبش اتخانق لا يعني ساكته كده. ما كانوش بيغلسوا عليكي، ما تنزليش انت ابدا حلوه، لا ما احنا ابدا، جايين معاكي عشان احنا محدش مع يعكسك. بعض في النادي، احنا مع بعض في التمارين، احنا مع بعض في اللي المذاكره. عمل الصيغه الحلوه دي ان انتوا تبقوا اخوات، استاذ الاثنين فؤاد ولا مدام شويكار؟ مامي، مامي وعمرو فؤاد. عملوها ازاي يا مدام؟ هقول لك، هما لما اتجوزوا فكان عمرو فؤاد نفسه يخلف من مامي. انا بتكلم دي ايوه اول ايوه مره يمكن اقول. جت قالت له بص يا فؤاد، قال لها عشان نربط ما بين احمد العيلتين. ومحمد ومنى يبقى في طفل مشترك. قالت له لا، مش هنحب اللي جاي ده اكتر، وانا ما عنديش استعداد احب حد اكتر من بنتي. ده بامانه، ده انا بكلمك صراحة. امانه، وانت ولادك دول في عينيا الاثنين، فمنى واحمد ومحمد هم هيبقوا اخوات، واحنا نحاول نعيش انهم يبقوا اخوات. وهو ما زعلش ان هي ما رضتش تخلف لا منه لا واقتنع لا، بوجهة يمكن نظرها؟ في الاول زعل شويه، بس خلاص لما لقينا بقى بنكبر سوا بنحب بعضه والعلاقه القويه دي يعني يمكن عشان انت كنت صغيره ووالدك كلنا اتوفى قوي وانت صغيره قوي، صغيره، كان فانت عندي سنه ما شفتيش ما شفتوش، غير استاذ فؤاد بس بابا، هو ده فيمكن ده جزء من كبير. ان انتوا عملتوا او تالفتوا بالظبط كانكم بالظبط عيله بجد مع بالظبط، بعض. ربنا يعني عوض انه هو جه وما فيش زيه طب لما ماما، خالص. لما ماما اتجوزت، ساعات كتيرة جدا في أمهات لما بيتجوزوا وبيبقى في الولد والبنت ولاد جوزها موجودين وفعلا بتربيهم هما التلاتة كإخوات، بتتاخد منك شوية. لا ماما ما عملتش كده معاكي؟ طب احكي لي احنا الوقت مع بعض، بص كنتوا بتعملوه ازاي؟ يعني شويكار يخرجون ومنة كانوا عاملين يفسحونا مع بعض، معاهم يسفرونا مع بعض، يعني ما حسيتش عمري ان هم خدوا مني مامتي، طب او لا ان انا هما خدت باباهم. منفصلين عنك. شويكار ومنة وقتهم مع بعض كان بيبقى امتى؟ لا مش عارفه الوقت يعني، اما بيبقوا انتي فاضيين، وماما، انتي ما وماما. هم اما تبقى فاضيه ما عندهاش شغل، بتقعد بتشوف مذاكرتي، بتشوف ايه، بتشوف عملت ايه كده، لما كبرتي كل شوية مثلا على طول حفلات المدرسه تيجي. يا عم لازم يعني ما قصروش عمر ابدا، فكر امتحانات بيودونا ويستنونا، بتتكلمي جد؟ وحياه ولادي يفضلوا والله. قاعدين مستنيين في العربية والله مستنيينكم؟ اه يعني ما والله بيخلوش مثلا سواق سواق يوصلكم؟ الناس يعني كان هم كانوا بيقولوا عليه عاملين كل الأدوار. بيقولوا لا لكم لا اسم لا، المدرسة. كانوا مبهورين بقى ان يعني دول اهلنا طبعا. وبيعملوا كده، يعني الناس العادية ما بتعملش كده يعني، خالص. ده اللي اقصده.